السفر إلى ليبيا بطريق غير شرعي. يا أبا كمال الشيشة، أنا أريدك تعرف مني شيئا، لأنني أعتقد أن الحدود الجغرافية هذه وضعها أهل الكفر، لم يضعها المسلمون ولم يضعها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما أهل الكفر جاء سايكس وبيك الكافران خططوا بالقلم كده، هذه السعودية، هذه مصر، هذه اليمن. الله قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويفترض أن دولة المسلمين دولة واحدة، دول المسلمين دولة واحدة، يحكمها خليفة واحد، والخليفة يؤمر على كل مصر من الأمصار أميرا، هذا المتفترض في دولة الإسلام. فلا تقل هجرة شرعية وهجرة غير شرعية، لا تنسبها إلى الشريعة، الشريعة بريئة من كل هذا، الشريعة بريئة من كل هذه التفرقات التي